في الكاميرا واش نزيدو نحتاجو حاجة وحدة أخرى عندنا لوبسيون تاع البيرسبكتيف اركيتكتورال ونعيطولو الفيرتيكال تيلت كوركشن وشنو هو الفيرتيكال تيلت كوركشن إلا تشوفو معايا دائما لي بيرسبكتيف تاع الاركيتكتور يكونوا ا دو بوين دو فويت ماشي ا تروا بوين دو فويت دونك لو تروزيام بوين لي يكون هنا تاع الزاد يكون اليميني علاش باش نابريسيو بيان لو بروجي تاعنا دونك لازم نسحق نشوف دائما هاد لي فيرتيكو يكونوا بيربونديكولار لا لين اوريزونتال تاعنا معناتها ما نشوفش لي في تاع برسبكتيف نشوفو ميتال بين هادي هنا الفيرتيكال تاعنا راهو مريغلي وقبل ما يتريغلا دونك هي ريالمون يعني في الـ في الريل لايف هذا هو اللي في الحقيقي ا 3 دو فويت باسكو لو فات كو تانكليني الكاميرا تعود تشوف الفوق يعود عندك لي في تاع 3 بوين دو فويت دونك بصح حنا في لا فوتوغرافي ارشيتكتورال يسحقوا دائما هادو يكونوا على فيرتيكال نعاودو نشوفو تاني كيما هادي هادي سي ال يعني الريزولطا ريال هذا هو اللي يخرج لك كي تصور اون هكذا بصح حنا لا لا نسحقو هاد لي في نسحق لي باتيمون تاوعي يكونوا كاع اليني على فيرتيكال دونك فوالا دونك هاد لي في باش نديروه في الحقيقه نسحقو هاد لاباراي هاد لوبجيكتيف هو اللي يتمونطا في الكاميرا تاعنا دونك كي نجيو نصورو به دونك كيما هذا سي تان 24 مليمتر الابرتير تاعو يحبط حتى ل 3.5 دونك ما يحبطش تحت 3.5 بعد عندنا هنا لي ريغلاج تاع الزوم تاعنا فوالا دونك هذا الى راكم تشوفوه هو اللي يخدم لانكلينيزون دونك كي يخدم لانكلينيزون هو راه يحكم ليماج انكليني بصح لا بروجيكسيون تاعها ومن بعد للسنسور تاع الكاميرا يكون اه بارالل نشوفوا كيفاش تخدم هاد لوبسيون فوالا دونك هنا عندي باطيمة نصور لو كان نصور انكليني راح نحكم 3.2 بوين دو فيت دونك يكون عندي بوين دو فيت للفوق لو كان نصور بيربونديكولار لوبجي نقدر ما نحكموش كامل نقدر ما نحكمش كامل البروجي دوك هنايا واش دارو خدموا هاد لوبسيون اللي كنا نشوفو فيها اللي هي تحكم هاد ليماج انكليني وتحكمها تبروجتيها للكاميرا باسكو الكاميرا ريالمون مش هي اللي انكليني هي تبقى و والوبجيكتيف هو اللي يتانكلينا سيستم دو بروجيكسيون يلحق ليماج للكاميرا مسقمه دونك هاد لوبسيون حنايا وين عندنا عندنا في البيرسبكتيف كونترول هنايا هاد البيرسبكتيف كونترول واش نجي نجي هنا عندنا الاوتو فيرتيكال تيلت كوريكشن دونك هذا لو فات كو كوشي تولي ما متحرك الكاميرا تاعك نروحو نشوفو مثلا كيما هنا دوك هنا ما منحرك انا نشوفو كيفاش يعاودو يتسقمو دوك هنا ما منحرك الكاميرا تارجت يبقى هما دائما مسقمين معناتها دائما الفيرتيكال دائما مسقم فوالا دوك هادو هما لي زوبسيون تاع الباراميتراج كاميرا كاين دوت اوبسيون اللي بالك كاين اون و دو اوبسيون واحد اخرين اللي نسحقوهم بصح ما نشرح رايحين نشوفوهم دركا باسكو مازال ماشي وقتهم دونك كاين سته لي بارامتر اللي نسحقو ريغليوهم في الكاميرا كي نجو نخدمو قلنا الفوكال لانث عنده تاثير على الفوف اللي هو لو شان دو فيزيون عندنا الابرتور قلنا ياثرنا على الضوء ليكليراج لايت والدبث اوف فيلد لا بروفوندور دو شون عندنا الشاتر سبيد يأثرنا على ليكليراج لايت او ميم طون يكريينا الموشن بلور اللي قلنا هو لو فلو دو موفمون ديريكسيونال عندنا الكاتريان ايزو الايزو قلنا واش يدير يأثرنا على اللايت عندنا السانك الوايت بالانس الوايت بالانس قلنا باش نعاودو نريغليو لو ريفيرونسمون دو بلون في الكاميرا باش لي كولور تاعنا يخرجوا كوريكت سيزيامون عندنا الفيرتيكال تيلت كوريكشن دونك قلنا هاد الستة هما اللي نخدمو بهم ليماج تاعنا فوالا دوك هذا هو لو اه كور تاع الكاميرا كاين ان اوتر كور تاع لا كومبوزيسيون ديماج هذا نحط لكم ليا باش تشوفوا فيديو في اليوتيوب أه بس كو هادي سي, سي با شغل سي با اون فورماسيون داخله في لا تروا دي مي بوكو بلوس داخله في لو أه كوتي ارتستيك في لا فوتوغرافي دونك كاين فيديو لي نحب انا نتفرجها من داك من داك نعاود نشوفها فيها شرح مليح تاع لا كومبوزيسيون ديماج دونك نحط لكم اللي باش تقدروا تدخلوا تشوفوا هاد لا فيديو نتلاقاو في لا فيديو لي موراها براتيك كاميرا السلام عليكم